السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدموا التصحيح ديال النموذج الخامس من الفرض الأول في الدورة الثانية في مادة الرياضيات والموجه إلى تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. لاحظوا التمرين الأول هو حل المعادلات، يعني لاحظوا معي المعادلة الأولى هي 3x ناقص جذر مربع 7 تساوي 0، يعني أن 3x تساوي جذر مربع 7، يعني أن x تساوي جذر مربع 7 على 3. إذن حل هذه المعادلة هو جذر مربع 7 على 3. بالنسبة للمعادلة الثانية، أن x على 3 ناقص 4 عامل لx زائد 6 تساوي 0، يعني أن x على 3 ناقص 4 تساوي 0 أو x زائد 6 تساوي 0، يعني أن x تساوي ناقص 6 أو x على 3 تساوي 4، يعني أن x تساوي ناقص 6 أو x تساوي 4 في 3 تساوي 12. إذن هذه المعادلة لها حلان وهما ناقص 6 و 12. بالنسبة للمعادلة الثالثة، لدينا x زائد 6 تساوي 3 عامل لx زائد 1، يعني أن x زائد 6 تساوي 3x زائد 3، يعني أن x ناقص 3x، نديروا المجاهيل في جهة واحدة في جهة والمعالم في جهة مع تغيير الإشارة إذا غيرنا المكان، تساوي 3 ناقص 6، يعني أن ناقص 2x تساوي ناقص 3، يعني أن x تساوي ناقص 3 على ناقص 2 تساوي 3 على 2. إذن حل هذه المعادلة هو 3 على 2. بالنسبة للمعادلة الأخرى، عندنا 4x ناقص 7 تساوي 6 زائد 4x، يعني أن 4x ناقص 4x تساوي 6 زائد 7، يعني أن 0x 4x ناقص 4x تساوي 0x تساوي 13، وهذا غير ممكن، ما يمكنش نضربوا شي عدد في صفر ويعطينا 13، إذن المعادلة ليس لها حل. بالنسبة للمعادلة الأخيرة، عندنا 5x زائد 10 تساوي 5 عامل لx زائد 2، يعني أن 5x زائد 10 تساوي 5x زائد 10، يعني أن 5x ناقص 5x تساوي 10 ناقص 10، يعني أن 0x تساوي 0، وأي عدد ضربناه في 0 كيساوي 0. إذن جميع الأعداد الحقيقية حل لهذه المعادلة، هذه المعادلة جميع الأعداد الحقيقية حل لها. بالنسبة للتمرين الثاني اللي هو حل المتراجحة، لدينا x 3 عامل لx زائد جذر 7 أكبر قطعا من x جذر مربع 7 زائد 9، يعني أن 3 ننشر هنا، أن 3 في x تساوي 3x زائد 3 في جذر مربع 7 تساوي 3 جذر مربع 7 أكبر قطعا من x جذر مربع 7 زائد 9. هنا غادي نوضع المعالم في جهة والمجاهيل في جهة، 3x ناقص x جذر مربع 7 أكبر قطعا من 9 ناقص 3 جذر مربع 7، يعني أن x أكبر قطعا من، يعني أن x نعمل هنا بx، x عامل لي 3 ناقص جذر مربع 7 أكبر قطعا، ونعمل في هذه الجهة بثلاثة، 3 عامل لي 3 ناقص جذر مربع 7، يعني أن x أكبر قطعا من 3 عامل لي 3 ناقص جذر مربع 7 على 3 ناقص جذر مربع 7، وسنختزل ب 3 ناقص جذر مربع 7 وتبقى لنا 3، يعني أن x أكبر قطعا من 3. إذن حل هذه المتراجحة هو جميع الأعداد الأكبر قطعا من 3. بالنسبة للتمرين الثاني، حل المتراجحتين ومثل الحل على مستقيم مدرج. لاحظوا معي المتراجحة الأولى، بالنسبة للمتراجحة الأولى لدينا 3x ناقص 7 أكبر من أو تساوي 3 ناقص x، يعني أن 3x زائد x أكبر من أو تساوي 3 زائد 7، يعني أن 4x أكبر من أو تساوي 10، يعني أن x أكبر من أو تساوي 10 على 4،
يعني أن إكس أكبر نختزل بإثنان، يعني أن إكس أكبر من أو تساوي 5 على 2، يعني أن إكس أكبر من أو تساوي 2.5. إذن حل هذه المتراجحة هو جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 2.5. ولتمثيل هذه المتراجحة على مستقيم مدرج سنقوم برسم المستقيم المدرج. غادي نوضعوا الصفر في الوسط، عندي في هذه الجهة الأعداد الموجبة وفي هذه الجهة الأعداد السالبة. لاحظوا معي 0 1 2 2.5، عندي هنا زائد ما لا نهاية وهنا ناقص ما لا نهاية. إذا حل المتراجحة هو عندي في المتراجحة أكبر من أو تساوي 2.5، يعني أن 2.5 حتى هي حل لهذه المتراجحة. إذا سنضع مجال مفتوح مغلق، عفوا مجال مغلق، يعني أن 2.5 على 2 أيضا داخلة في الحل. إذا حل هذه المتراجحة هو جميع الأعداد التي توجد من 5 على 2 حتى زائد ما لا نهاية، يعني جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 5 على 2، يعني 2.5. الآن سننتقل إلى المتراجحة الثانية. بالنسبة للمتراجحة الثانية لاحظوا معي لدينا إكس زائد جذر مربع 9 أكبر قطعا من 4. عندنا جذر مربع 9 هي جذر مربع 3 أس 2، يعني 3 أس 2 يعني هي 9، يعني أن يمكن أن نكتب هذه الكتابة على هذا الشكل. إكس زائد جذر مربع 3 الكل أس 2، يعني 3 أس 2 أكبر قطعا من 4. وكما نعلم عندنا أس 2 تزيل لنا الجذر. إذا ستكتب هذه المتراجحة على هذا الشكل، إكس زائد 3 أكبر قطعا من 4، يعني أن إكس أكبر قطعا من 4 ناقص 3، يعني أن إكس أكبر قطعا من 1. إذا حل هذه المتراجحة هو جميع الأعداد الأكبر قطعا من 1. إذا أكبر قطعا من 1 يعني أن 1 ما دخلش في الحل. إذا غادي نديرو مجال مفتوح، يعني أن 2 لا يدخل ضمن حل هذه المتراجحة. إذا هنا في بالنسبة للتمثيل سنرسم مستقيم مدرج كالعادة، سنضع هذا هو الأصل يعني الصفر، عندي الجهة هي الأعداد الموجبة 1 وهنا ناقص 1، هذه الجهة جهة الأعداد السالبة، هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية. وبما أن عندنا حل المتراجحة هو جميع الأعداد الأكبر قطعا من 1، يعني أن حلول جميع الأعداد التي توجد على هذا المستقيم على الجهة من 1، يعني 1 ما دخلاش، يعني الأعداد الكبيرة على 1 حتى زائد ما لا نهاية هي حل لهذه المتراجحة. إذا سنقوم بتلوين المكان، يعني من 1 حتى زائد ما لا نهاية مع وضع مجال مفتوح، يعني أن 1 لا تدخل ضمن الحل. بالنسبة للتمرين رقم 3 ليكن إكس هو نصيب المسألة، وبالنسبة للمسألة قلنا بأن واحد الرجل مات وترك وخلى 720 ألف درهم وصارك بنتان وثلاثة أولاد. وكما نعلم في القاعدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أن الذكر يأخذ نصيب الأنثى مرتين. إذا لحل هذه المسألة سنقوم أولا بصياغة المعادلة. ليكن إكس هو نصيب البنت واثنان إكس هو نصيب الذكر، لأن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين جوج ديال الإناث. صياغة المعادلة عندنا جوج ديال الإناث غادي يأخذوا إكس إكس، يعني إكس زائد إكس، وعندنا ثلاثة ديال الذكور غادي ياخذوا جوج إكس جوج إكس جوج إكس، يعني غادي نكتبوا المعادلة على هذا الشكل اللي هو جوج إكس زائد 3 في جوج إكس تساوي 720 ألف، يعني أن جوج في إكس هي جوج إكس زائد 3 في جوج إكس هي 6 إكس، جوج إكس زائد 6 إكس كتعطينا 8 إكس، يعني أن 8 إكس تساوي 720 ألف درهم، يعني أن إكس تساوي 720 ألف على 8، يعني أن إكس تساوي 90 ألف درهم. إذا نصيب البنت هو 90 ألف درهم، ونصيب الذكر هو نصيب البنت مضروب في 2، يعني 90 ألف في 2 تساوي 180 ألف درهم. بالنسبة للتمرين الثاني
لدينا A B C D متوازي أضلاع، ولدينا E صورة B بالإزاحة التي تحول A إلى B، يعني أن بالنسبة لي E غادي تكون هنايا الصورة ديال B بالإزاحة التي تحول A إلى B، يعني في هذا الاتجاه أن المتجهة AB ستساوي المتجهة BE، إذا النقطة E ستكون هنا. وعندنا F هي صورة C بالإزاحة التي تحول A أيضا إلى B، يعني أن CF ستكون في هذا الاتجاه، يعني من A نحو B، يعني من C نحو F. وبما أن المتوازي الأضلاع ABCD متوازي الأضلاع، يعني أن المتجهة AB تساوي المتجهة DC، إذا والمتجهة DC غادي تكون كتساوي المتجهة CF، يعني أن AB تساوي B CF، AB تساوي CF. وبما أن هذا الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، يعني أن AB تساوي DC، إذا المتجهة DC ستساوي المتجهة CF، ومنه فإن C منتصف DF. إذا مطلوب منا أننا نبين أن C منتصف القطعة DF، إذا بهذه الطريقة غادي نكونو بينا بأن C هي منتصف القطعة DF. بالنسبة للتمرين السؤال الأخير في هذا السؤال، في هذا التمرين أتميم المتساويات، لدينا CB زائد CD، سنعود إلى الشكل، عندنا CB زائد CD إذا ستساوي CA، إذا سأكتب هنا CA، ولدينا هنا BE ناقص BC، BE ناقص BC تساوي CB، لأن ناقص BC هي زائد CB، وكما تعلمون فالجمع تبادلي، إذا سأغير مكان CB ونسبقها وتولي CB زائد BE. وسي بي زائد بي او حسب علاقة شارل تساوي سي او، المتجهة سي او. بالنسبة للسؤال الآخر، لدينا أ بي زائد سي دي زائد المتجهة سي دي، أ بي زائد المتجهة سي دي تساوي أ بي ناقص المتجهة دي سي. وفي متوازي الأضلاع كنعرفو بأن أ بي كتساوي دي سي، يعني أن أ بي نعوض دي سي بأ بي، كتولي AB متجهة AB ناقص المتجهة AB تساوي المتجهة AB زائد BA تساوي المتجهة AA تساوي متجهة منعدمة. بالنسبة للمتساوية الأخرى، لدينا BA DA تساوي زائد DC زائد BF. إذا أردنا أن نحسب هذا، لدينا DA زائد DC، لاحظوا معي DA زائد DC تساوي DB، إذا سأعوض DA زائد DC بDB وأضيف لها BF، DB زائد BF تساوي D حسب علاقة شارل تساوي المتجهة DF. إذا عندنا BA زائد BE، BA زائد BE تساوي ناقص AB زائد BE، حيت BA تساوي ناقص AB، إذا تساوي ناقص AB زائد AB، لأن BE تساوي AB، إذا ناقص AB زائد AB تساوي BA زائد AB تساوي BB تساوي متجهة منعدمة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. بالنسبة للتمرين رقم 5، لدينا A B C D متوازي الأضلاع، ولدينا المتجهة D E تساوي ناقص 1 على 2 D C. لاحظوا معي D E تساوي ناقص 1 على 2 D C، يعني هذه المسافة، ولكن D E غادي تجينا من هذه الجهة، يعني أن النقطة E سنضعها هنا، مطلوب منا إنشاء E و F، ولدينا E F تساوي 1 على 2 A D. لاحظوا معي A D يعني هذا هو المنتصف، وعندنا AD يعني OF غادي تكون في هذا الاتجاه، لأن عندي المتجهة AD يعني المتجهة OF غادي تكون في هذا الاتجاه، وهي المسافة ديالها هي النصف ديال AD، يعني غادي تجي هذه النقطة A هنا. وبالنسبة للسؤال الآخر، مطلوب منا أننا نبينو أن النقاط O و D B و D و F نقاط مستقيمية، لاحظوا في الشكل فهذه النقاط هي نقاط مستقيمية، وبقي لنا أن نبين كيف نبينها. غادي ناخذو بان او اف تساوي 1 على 2 ا دي، وهنا غادي نطبقوا علاقه شارل، غادي تعطينا او بي تساوي زائد بي اف تساوي 1 على 2 ا دي،
وفي متوازي أضلاع لدينا دي تساوي بي سي، يعني أن أو بي زائد بي إف تساوي 1/2 دي. دي يعني غادي نديرو أبي زائد بي دي، أبي زائد بي دي هنا، وغادي نعوضوها. إذا ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر باش نكملو الحل ديال هذه المعادلة، وشكرا.